قال إذا كان ولي المرأة محرما فهل يجوز أن يوكل الأب أو الأب في عقد نكاح المرأة؟ من كان محرما لا يحق له أن يخطب أو يعقد أو يتزوج، كما أنه ليس له حق أن يوكل بأن يزوج بنته أو يقبل العقد. من لا يصح منه أن يعمل شيء في الإحرام لا يحق له أن يوكل.